الخير، مساء النور والسرور. ضربت قيلولة كأنك شوية. نعم، اليد مرهقة يا تصدق من بعد رمضان سايرقي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صباح المزقي درقيع، ظهر مزقي درقيع، عصر مزقي درقيع. الحمد لله رب العالمين. انا استغرب من الناس يقول لك انا اسهر طول الليل وادبغها من بعد الفجر الين هذه مسألة امس جاية بعدها. توناهم بعدني يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم استلمناها، إنه وين أقوم المغرب وأصلي الظهر والعصر مع بعض، ومرة واحدة أصلي المغرب وأصلي. يعني يدبلهن. يعني السائل هل صومي مقبول؟ تو أنت ودر الصوم، الصوم ودره ودره، أنت صلح صلاتك. ما 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 موسمه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما دام انت الاساس الركن والدرده. ها وانا والله ما اكذب ولا انا محتاج اني امدح عمري ولا شيء، اسال الله القبول عقب ما نسهر نحن. انا اسهر لين هنتين، وانت تعرف من هنتين لين ثلاثه انا انام ساعه. خلصت قمت سحرت جلست صرت المسجد قريت صليت قريت قران رجعت لك الفجر صبح نمنا شويه من ساعه 8 11 نص ناهضين عاد المسجد الين العصر. هذا طبعا اتكلم وما عنده دوامات، والعصر قم صلينا الظهر والعصر في المسجد، ومسافه من بيتي للمسجد، ورجعت البيت صليت المغرب استهن ذيك السبع تمرات، وسيده غير مره اروح المسجد، ارجع من هناك شرب لك شوربه وسيده بنفس الشيء سيده المسجد وصلي التراويح ورجع. يعني خمس صلوات تكبيره احرام الحمد لله رب العالمين ما تفوتنا، ما ننام عقب ما ننام نوبة. لكن هذا الدين وهذا الشهر اجتهاد وتعود عمرك من دوحة بعد رمضان. إذا أنت هاي نمونتكم في رمضان أنت وذي نمونتكم، هي مديوتو جاي عشر الأواخر شد المأزر طول الليل قيام وصلاة وعبادة.